مسك الختام عليكم حيبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام فلا تسقموني بطول الجفا ومنوا بواصل ولو في المنى أموت وأحيا على حبكم وحبي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام.